إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك سدحات حاشدة الضباطا والأحاديث أحاديث النبوية النبي لو نسبي صلوات الله وسلامه عليه النبي لقوري كثيرة ويفر بديهن فما من خير وحوان أكسني مجره إلا وقد دل أوت المامي وأوت المامي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أمته أمدي سوأوت المامي عليه خيرك وأشيغي وحك استقوى خيره وأدوني آخر ترى رسولك وغور همي ومدي سوء الشيغي وما من شر حمارنا مجرته إلا حذرها ومدي سوء قدقي منه حمانتها تبسا دلادين أحاديث ويبضنانيسا ولذلك سيدا ولذا سيدا درتيد فإن الشرع دينت إلهي هي شرعك إلهي جاء ويمد شاملا إسقو كوبية ورمى استرأي لجميع نواحي الحياة رمان إن عيدا كلا دوان إلى نلوش أيلاده فهو إسقو شرع إلهي منهج ووضع للصعوده أو كامل رمى استرأي أو وحبك النين أو وحك استوضو باهنتهي الدوني آخر بعد كيرس ويعيشه وكم النور يهي المسلم وقفك إلهي وهو كان سنة مسلم كآه ويعمل به أو قدق ما يسرع في حياته نرشيسة كلها قبي أهانتي يعني الشيء كسته أو نرشة كمدة وصامين إياه شرع إسلامك شرع قانون بانو كتلق إياه هذا يعني حمام قليسو سادو قليسو iyo maratay waxa oranayso ayaa sharci ku sheegaya marka haajidaadu gudanayso iyo wixii ka sareeya wala hadiis ahadiista annabawiyatu ee nabiga laga wariyay salaatullaahi wa salaamu alayhi hawadha ahadiista waxa koobtay oo ururisay kutubu sunna kutubta ay ahadiistu ku qoran tahay ee la kutubta sunnaha al mashhuratu ee aan ka helay qaanu ومن أهمها كتبها وحا أغمض نامبضا وأغمضا صحيح البخاري كتابه لا صحيح البخاري وكتبت أحاديث تقرتي أغمهم سن أما هو كتابك كوبات وصحيح مسلم بأسنا كو أغمهم سن كتشرة أحاديث النبي قالت كيريس صلوات الله وسلامه عليه ومن أمثلة الأحاديث هذا وحا كمدا تصار ياشا أحاديث النبوية النبي قال لقوري صلوات الله وسلامه عليه وحا كمدا بني الإسلام حديث كأ إسلام خوّح الله قدر سي وكنت أجن يهي على خمس شنتير يشن أضرب لحد يشن قنديك بكتب تاجي شن دازوا عليه شهادة أن لا إله إلا الله قفك مسلم كوائن قراء وأمر خاتك النقضاء إلهي موي ألك لإن عالم كان كتير أولو عبود حق لو عبود أو آمنا أرهميا قول هذا أشهد وحن مرقفريا مرخاتكنا أهي آمن سنهي ألا إله إلا الله إلهي موياني إن أنا لك العالم كنكتر وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد نبي رسول إلهي هي وأن أرهميا وأن مرخاتكنا غضو أو كل واقو وإقام الصلاة وحويا قضب خلابات هل قاسوها هل قضب إنه قف صلاة وصلاة إلى هاي تكذب ويتهي زكاة زكاة أو قف وبحياة قطف كسد هذا وحج البيت إنه قف كعبة السواحة شو
وقضب كأفراد أمك السنة هذا يو صوم رمضان إنه بشة رمضان سنة كي والبا وصومه متفق عليه إذا هذا يمكن واحد يسوق شران مدولي جد يأله بتشوكتون مرقرة إن تغدل ويا عن الأقرين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تغيقنا قف قلبي إذا كم غنى تلام أقرأ يكير منا يحتى وحير منا البرقس لم أقرأ كل هذا خد واقع سدى أمان قلبي إذا وجد امتلا ما نتدري منه مدنا وامد هبين كي ما ننتيا أو هبين كي ما ننتي بشن قارة وصلاة مدنا وصلنا كيبا مر صلنا كيبا مر هو إذا كده إيو إيه صوم سند كيم واسند له يمد عمره أوردن مرؤنا وحكى حديث كلام هذا هو من شهيد قفك مر خاطفرة ألا إله إلا الله إن أن ألا إله مي ألا كريشين واحد هو إنه إلهي كريم إنه إسكلي يه إله نمذا إيه عبادته إيه ملكه إيه مامركه إيه نورينته إيه دليتانك إيه سو إسأبال مرينته لما يقول حينا سوكو بكرن أردن وأن محمدا رسول الله لا شريك له وإله نمذا عدنا للحين قف ساعة ترافع قون صدق وأن محمدا عبد ورسوله نبي محمد هي الدون إلهي هي الرسول إلهي سقوا الدون إلهي وأن رسولك إلهي صادره وأن عيسى النبي الله عيسى إنه يهي عليه السلام عبده إلهي الدون كيسي يو رسول رسول كيسي إيوه وابن أمته الدون تيسو إنا كعد شيء الدون تيسو مريم وابن أمته لو ليهي آبا مورحين وأن أقول ستا وأضرب يسأله أبا عن شيء وأرض لي يامن إلهي بأبو ريسوان أبا رحين إلهي بأبو ريسوان أبا رحين عالم كي يعدي غف ما هي عالم كي يعدي دم إلهي بعدي يسون عندنا أنا أقول عندنا أقول دم بينين تبعنا إلهي وح أبو ريسوان أبا رحين وكلمة وأري إلهي قف صافر بي إر إلهي وألقاها إلهي وكتوري إلى مريم ومريم وكتوري كلمة دي إلهي مريم رحمك يدي قليوية إلهي والروح منه هو النف حق إلهي كتمن إلهي ونفط قف في النبي عيسى يسوى أول قويد إلهي قليي كن با إلهي سميسا وكلمة دي إلهي مرقاسو سميس وإلهي نفطين قليو وأن الجنة حق شندون حق تاني كرمية وأنا نار إن رضت هاي شنادو وأنا نار حقهم نار تاني رضت هاي وأجرتو وأنا البعث إذا صوصار كذي بصوناران شو حقهم إنه هني هاي قفر مايا أدخله الله الجنة إلى هاي شنادو قرني أنك أنت على غيره الله ما جعلنا منهم متفق عليه قال الشيخ بوري البخاري مسلم بقى حديث كلوح وي وحديث كصدق هذا إنما بعثت وحنق الله إيه صوصار ابن بيقول الرسول الله إيه دقي لا يقدقي يا الدنيا الله إيه كاري وحوي لو تمم إنا رمى استرو صالح الأخلاق أخلاقه وناكسن أنبياء دي خارج أي كائن يا دكتور وحكسي حيستان وحنك دميهين إنا رمى استرو أنقو إيه أمارته دق وناك دين تبو مركا وار دق وناك روح البخاري الدين با أفعربي مركا لا يقوى بدق با مركا دق وناكسن إيه صوبن إيمان كي كل سنة إسلام نبدا إنا نرمسته حديث كأفرادوح ما زال أفرادوح وي المؤمن قفك مؤمن كأهي إلهي رمي للمؤمن قفك كلام مؤمن كأوح ويهي كالبنيان السرد اسمها إسحيستا إستاغيرا ويشد بعضه بعضا برببر كالو أتكيني أوحو جيني متفقون عليه اسمها نوحو ككوميهي وحيا ببضا oo istaageersaday oo iskaashaday oo xoog dumeyd sameeyay dabadna dhismay sameeyaan leban kuwaad ogtahay oo habad quruuraha oo neesta kuwa yara ayu ka sameysan yahay gidaarada dhan dhisay maxaa hadaba habada xoog u yeelay markay iswada qabsatay iswada tagtay ayay miisaanka yeelatay iswada geey waxyaabo kala duwan waxay soo saareen dhismaha inta leeg saasoo kala qofka muuminkii qofka muuminka u taageera udisa dabadna bulshada islaamka iyo umada islaamku waxay noqotaa
يعني أمد حوق لي أو استاجرت أو إسكاشتين نقصا متفق عليه. وعكم ذا حديث ما زال جبريل موجودين يوسين إنه يدر دار ما هدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه بالجاري شار كيس ما في الكيسة إنه يدر دار مو حتى ظننت إلى عن أمه لأيه ومر كده ما يصير هذا أنه جبريل سيورثه ويسد حسينة يا شارك أو حرن دونا وضد ولا لا أو كلا هدين تقول ألوبي أو ولا لا أو شار هاي سد حلال سيهلك يسد حلو وحبار يصير مر كده به سد أوضه تردارا كان يأت كين تيسا وحبار حرن دونا هاي سد حلال متفقون عليه لكن هاي سد حلال لما أرن حديث رحمة الداوب النبول والاستوية عباد الله أدوم ذي لها تضحن سطان استوية ما هي لف إن الله إلهي تعالى سقاس الرأي لم يضع أدوية ومسودة كنين داء عذر إلهي مكين إلا وضع وح أسمي له عذر كإلهي بعد دواء أسمي غير داء واحد عذر كل يوم بان دواء حين أدوية الهرم هو جموجة وعذر تعددك قرعة أو كاري نقف ضعيفه آخر كنا يسورة قال كرتوا إنه قيري وده حتى هذا عمر يوسف يصعده لكن دوا ما يسوع هو ما هي وشرك هاجي أو إسكورة يا أو دي بسرعنا يا شركوا حكم كوبي هاي يعني حبنا دنتا أما أنقية دنتا هي أنقية بدلة مركوف قيري هاي أنقية بدلة يا أيها بدل مركوين هذا أنا أنقية دمنا يا أيها ماشي خب حيا بطة تبنى كل بدلة بايرة هذا تبنى حوار حواره وصعنا يا تبنى شركة سيدي سبوا أمرنا يا سوقف كي تاجر ونفتك جدو أيها مرنا يا شركة وهاي أنقية دي بدلة كوارد إنت أيها يرانا يا تبنى كوارد دمنا يا أيها بدنا يا تبنى سوقف نور با شركة سو دمنا يا أنقية دي أي ماشي خب حيا تبنى واحد لقد ويو إلى هاي مصور راعين إلا إمك هنا وادرك تانو سيدي مولاهي كاليقون ويهي اسمنا بدل دونتو ووح قبو توجين ايا لمن هلي دونو الدنيا لقي هلي مايو مركا كاسي إلهي بصورها عنين دوبة نبي قولي روا أحمد بحديث كاوري لكن حانونا ذكر أوردن مدول بقور دونا هلا هلا ايه عدر كا دودي سوال لها إلهي بصورها عيا ووقتهن ووقتية بضان الدكتور صامري أما فرق هنغضو أما هنغضو فانتها أهاتو أما هنغضو كنعادة هنغضو أما تي بي هنغضو وقتية آن لأقوم بابضان الدودي وعذرك كنبي آن لأقوم يه بكتيريا دا أما فيروس كدلان يمن آن لأقوم ومالك الدمبال لبرتو ودبعنا الدودي دي اللي هلو وإن بضان بأدين صامري وإن بضان آن يدد كنا أقومين وحا مالك هادا عذر كسو الى هي كيرو يعني دوودهدون ولا سوتاب نبي marka laga reebo ee gabuug oo isagu doolahay waxa qorna nabi kalee salaatu wa salaam alaykum waxad ku dadaashaan bis sidqi ila run sheegtaan dad iyo muslimiinta fa in sidqa runtu yahdi qof waxa ku hanun waxa ku hanunisa ila albirri wanaaga oo dhan wayna albirri wanaaguna yahdi wuxu ku hanunayo u hoggaamiya qofka u dhaqaajiya ila jannada xagga jannada u dhaqaajiya وما زال متوجيو الرجل نكو يستوق إنه رن شيقه ويتحرى وكدة دار رنطة ويتحرى وكدة أسد قرنطة حتى يكتب إلى الوقر عند الله أكتي سوح الوقرية صديقا ومدخن بطن بإله أكتي الوقرية وارن آل عجيبة ومدخن بطن أي حاجة إله الوقرية اللهم اجعلنا من الصادق من الصديقين كوا رنطة بطن هذه إلهين وقر وانكبرينا يعني قفك حق إله وقر رنطة هو الوقف رن شيقه وياكم وحن إذن كدقة يا أوزك إلى سنة كفوقاتان والكذب إذن كي بنت واردين كل دقة يا بنت هو دواننا محايا يا ريت فإن الكذب بنتو يهدي قفه وحكوها أو كهجة أو كحياة إلى الفجور حق حما وإن الفجور حمانتنا يهدي وح قفه كوه قامس أو كحيسا إلى النار حق النار والعياذ بالله وما يزال متوجيو الرجل إنك يكذب إنه بنت شيقه أو عاديستو ويتحرى وكد داله الكذبة بينته ويمكن الله قاطعي إن السياسة دي عقل بدنان تحي ونبقى توين تدكي قلت بكفها من بينته نبقى ينقو تحي حتى يكتب إلى الوقره
عند الله يلقى تروح الوقري دون قف عين كاسة كذابا وامد بيد بطن أرين داسو أرين آلو دبعة بطن هذا يسابط على حق إله قف غير عضو ووح دبعة بطن نعوذ بالله من الكذب بينما إله كما قلنا رواه مسلم بحديث ثوري اغتنم أي النبي يقول كفى إليسو خمسة سنة الرماد قبل خمسة إنتان سنة كسو قارن سن كفى إليسو حياتك النلوش هذا كفى إليسو قبل موتك الجريدة هذا كهر كل واحد ما نسا ودويا كم وارسين وقت عقادة طبع يوم من الأيام وقت كتغيسا قف ولا صوم مرين يوم من الأيام بكتغيهم حضبا إنت النفط كوكوشرتم يحصلك حبال كسر رأيه كفى إليسو إنتان جيريكو هليلين تاسوا قدم إلهي نفهمسين أنه كفى إليس أنه وصحتك فيوبي داد يعاف ما تقفك كفى إليس قبل مرضك أنت نطب قون وفراغك أنت تشانس هيسته كفى إليس قبل شغلك أنت مسؤولين أم قادوك دين ودنا كان يعني داد بوما كنول مساجد داس ومرين أنت بضن تدكو ويبديهين وان دائرين بضنو كمده وقت نوي حيان كفى إليس ما يان وواحد نقول دعاء إنه قف وقتي وتشانس خيال ميو واحد من ضن توقتي أروقف هلالي أو كم مشغولة أضبطنا أي فائدة ديسي وقالوا أيه مركز هذا أنت وقتي قصدت شان تشانس هاي صدو كيف فائدة أنت مشغول كقول دعين واحد كلا أيضا الله سبحانه وشباب للي يرني ماذا ذي الدعاء ذي كيف فائدة يسو قبل هرمك أنت نتجبوبين كل كات جبودو wax badan baan ku soo roobay oo bin baa kul taagbaan hayo talaan waaye kul talaan hayo taagbaan waaye waa dhacday inay isweydaartaan waqtiga ay taladu kugu soo dhacdo waaye aragto iyo awooddaad inay isweydaartaan amar qofku adduunyada u yar yahay inuu loofar ku jiro marka uu weynaadana uu awood u waayo waxii uu jacalay ku qabto dabeedna waxa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam daayaraanta ka faa'iideysu intaan gabo ku helin ni yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raacdi intaanad noqon waginaaka ka faa'iideeso markaad maal haysato hanti oo aakhira wax ka geeyso oo la bax qabla faqriga intaanad faramadnaanin yaanad sabool noqon rawl xakiim ba hadiis ka wariyay ahadiisa nabiga waxa kamida inallaah ilaahay yuhubu wuxuu jecel yahay ida marka amila uu qabto oo ka shaqeeyo ahadu kumidinkeed kamidhi amalan haduu shaqo qabanayo oo shaqo loo diro ama isaguba u wado aan yutqinahu in wanaajiyo sida ugu wanaagsan inuu ka dhigo rohol bukhari mesela shaqada tahay farsamo yaqaan ba tahay ama waxa doontaba aho shaqad meel ka haysa shaqada lagu diray ama dawlad u hay ama dad u hay ama adigu taada han noqoto sida ugu wanaagsan ee uu qaban karto inaad qabto waxba kale hari awoodaad ha oran iska eeg maamulka ka sareeya ma mamnuuc taas qofka muslimka ma aha ee dhaqankiisa ilaahay uu sheegay qof ama halala joog ama halaga maqnaado si ugu wanaagsan waa inuu qofto yaa wadiisa inallaaha ilaahay yuhub wuxuu waa xadiidka kale inallaaha yuhub rifqa ilaahay dabac sanaantu jecel yahay iyo adadayg la'aanta fil amri arimaha kulli dhamaanta wax kasoo qabanayso si dhib yar oo dabac san inaad u qabato rawal bukhari wa hadith kana wariyo hadith ruuxa way nabiga laga wariyay calayhi salaatu wa salaam thalathun sadh man kunna fihi qofka sadh arimood laga helo ee ay ku jiraan wajada wuxuu helay qofkaasi halaawata al-iimani rumaynti ilaahay uu rumeyay macaankeedii iyo dhadhankeedii ayu qofkaasi dhanaasaday iimaanku uu dhanaasaday iimaanku macaan buu leeyahay iimaanku macaan sidoo iimaanku macaanan kara iimaanku wuxuu macaanan kara arabka uu macaanku maaha macaan aad heesho maskaxda ugu macaaniya maanka wixii maankaaga gala ee maankaaga deeqa ayaa adduunyada ugu macaan maaha arabka arabku jirka dhan ma gaaro maskaxda jirka dhan bay maamushaa haddii maskaxda wax macaan ay dhadhamiso waa macaan marka waxa weeye qofka iimaanka gala ee qalbigiisu iimaanka gaaro maskaxdiisa macaan dhanaamisa noloshu dhama marka uu macaanaato wurwurka ka yaraada walaaca ka yaraada baahida ka yaraata cabsida ka yaraata aan ilaahay muujiyay tilaha ma kuwa kale su'aal digir maysid dabeedna wuxuu ku noolaadaa nolol raaxo leh oo deganaansho leh
hata dhimashada kuma baqo inu ilaahay hortagay u garanaya nolosha dhanba u wanaagsanaata maarak haduu qofku iimaanka helo macaan aanay cidina haysan buu haysta macna uma sameeyaan waxyaabo badan oo bini'aadamka macna u sameeya macna uma sameeyaan macaan nafsi ah oo naftiisu raaxaysanayso oo istiqraar ah ayuu helaa haddii uu iimaankii uu dhandhamiyey macaankiisa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa maxay an yakuun allahu waa inuu noqdaa ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulka ilaahay soo diray axabba ilayhim mid uu ka jecel yahay mimaa siwaahumaa wax alla wixii aan ilaahay rasuulka ahayn adduunyada iyo arligaa yaala ilaahay rasuulku ka horreysayn uu ka jecelyahay jacaylkaad say jeceshahay ee aada la'dahay waa ciqaab jacaylka adduunyada iskuma fogeeyaba innaga magaadi laydhaa maxaad ugu jeceshihiin dadka badankiisa dhibta haysata waxay u badan tahay jacaylkoodu maal maalkana ilaahun baa bixiyay sidaa laguma helo dabeedna ciqaab iyo cadaab buu ku yahay maal yaraantu qofkan iimaan kale kuma aha haddaba raaxuu kaga jiraa hadduu haystana kuma kibro hadduu ku yaraadana haddii alla idmo naftiisa uma halaago wax weyn uma arko wuxuu arkaa wixii ilaahay qoray inaanu ma raba seegeyn raaxuu ku jiraa dumcaninatu nafs marka waa qodobka koowaad ka labaad waxa uu an yuxiba almar'a qofku waa inuu qofka jeclaado muslimka ah laa yuxibuhu ilaa lillah dar ilaahay buu u jeclaanaya qofka wanaagiisu ku jeclaanaya iyo iimaankiisa iyo cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa ayuu ku jeclaanaya wa an yakraha waa inuu nacaa qofkaasi an yacuuda inuu dib ugu noqdo filkufri gaalnimo hadduu gaal ahaa uu soo islaamay bacda anqadahu allahu minhu intii ilaahay ka badbaadiyey dabadeed waa inuu ka baqdaa inuu gaalnimo ilaahay dib ugu celiyo haddii aanu hore usoo marina oo islaamnimo uu ku dhashayna inuu diinta ka baxo waa inuu ka baqdaa sida uu uga baqanayo kamaa yakrausu u nacayo u necab yahay an yuqdafa in lagu tuuro maxay fi naari naar dab holcaya oo halase ah in lagugu tuuro aada baad u necabta waanu qofku nacaa inuu gaaloobo ama hadduu gaal ahaan jiru soo islaamo inuu dib u gaaloobo siduu dabka u necab yahay oo kale waa inuu nacaa ilaan wuxuu ka soo xarogalay ciqaab nafsi ah iimaan la-aana gaalnimoaba ka soo xarogalay inuu ku noqdo waa inuu sa dabka uu necab yahay u naca mutafaqun calayh xadiis kale lasu waafaqay bukhaari iyo muslim wuxuu nabigu leyay intaa ninka laga helaa waa nin iimaanka macaankiisii dhanasaday waxaa kaloo axaadiista nabiga ka mid ah khayrukum qofka idinku wanaagsani waa khayrukum liahlihi qofka xaaskiisa ugu wanaagsan ee xaaskiisa si fiican ula dhaqma wa ana khayrukum liahli anaana idinku wanaagsan reerkayga saan ugu la dhaqmeen u wanaajiyo uma wanaajin kartaan idinkana waxa idinku khayr badan qofka reerkiisa hagaajiya rawi ibn maajah ayaa wariyey isticaab iminkana waa macnihii guud in la fahmo tadriib waaxid layliska koowaad da calaamata sawaab calaamata saxda saar aw khata ama calaamada khaladka saar uma saxi alkhata wixii khata asax aljumlo halkan jumlooyin baa ku qoran wixii saxa waad saxaysaa wixii khaldana waad khaldaysaa halkana asawaab baa kugu qoran xaggaasaad wixii saxa ku qoraysaa markaa waaxid asunnatu nabawiyatu sunnaha nebigu waa xadiidka nebigu wuxuu ka koobay aqwaalu hadalladii nebiga waa afcaalu shaqadii nebigu qabtay wa suluuku dhaqankiisii halkaa waa laqaldayeedo wa taqriiraat bay ahayd wixii nebiga agtiisa lagu qabtay ee uu ogolaaday itniin almasteru thaani waxaa tidhaahdaa masterku waa gundhiga ama saldhiga labaad ee litashriici alislaami diinta islaamka laga qaataa waxyun min allah waa waxyi ilaahay soo dejiyey waa run oo tashriica labaad waa maxay shareecada waxaa laga qaataa kow qur-aanka kariimka laba waa xadiidka nebiga xadiidka nebigu waa waxyi ilaahay kusoo dejiyey wamaa yandiqu can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa talaata man yatabicu rasuula qofka rasuulka raaca ee raaca diintiisa yuxibuhu allahu ilaahay baa jeclaada wayakfir lahu ilaahayna wuu dembi dhaafaa qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allahu wayakfir lakum ilaahay haddaad jeceshihiin isoo raaca ilaahay wuu idin jeclaan waanu idin dembi dhaafaya taasina saasay sax ku tahay arbaca asbaxa almuslimuun muslimiintu waxay noqdeen akhtar alumami ummadaha kuwa ugu badan tadqiiqan xagga hubinta iyo ku-xeel dheeraanshaha iyo tafniid iyo kala shaandhaynta oo wixii saxa iyo wixii khalada la kala shaandheeyo bifadli tadwiin alqur'aan
arintaas waxa ku timid markii quraanka la diiwaan gelinayay kaana wala khaldaya oo mahalanaya bid fadli tadwiin sunna markii xadiidka la diiwaan gelinayay ayay sameeyeen cilmi khatar ah oo lagu kasaaro khaldkiisa sax ummadaha waxa ay ku gaariyaan ma jiraan khamsa duwana 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 way diiwaan geliyeen yaani way qoreen المسلمين ومسلمين تو السنة النبوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام مبكرا حل هراء وانت النبي قبلنا وراء عليه الصلاة والسلام اي الله بلابي قرأ لك حديث ولو قرأ سامة ولو قرأ كرمها مريها ولو قرأ شردها يا شرفت الجيدة جيدة سلوت دالو انه وراء قوة يرى يعني وهذه حاشة اللي هلو لو قرأ كاسنا واسع علم الجرح والتعديل علم الجرح قاوع والتعديل عادلين تعادل القف كلا قد يجي قف لا هو قف عن عادل حين حفظ القرآن القرآن كوح كإلالي من كذب المبتدعين كوح اسكسط ما يستوح أنشر أهم بين تودي أي علم جاس إلالي كان ولا قلت يا وصح معها سوت وحوي وحلون علم الجرح والتعديل علم قاوع عيط لعين إيوه عادل نمده iyo toosnaanta sheega xafida sunna baa loo ne marka xadiidka nabiga wuxuu ka ilaaliyay maxay ilankaas loo dejiyay quraanka isagu waa cilmi loo dejinayaa ma jiraa waa kalaamullaahi waa la saxay uu saxan yahay yaani waa mutawaatir isagu hadal male min kadib al-mutadiciin kuwa beena wax abuurta ee beenta nabiga ka sheega ama bidca la yimaada iyo waxaan xaq ahayn beentoodii cilmigaas ay ilaalo dabray waxa kamay waa sax iyaduna cafan taar waa la qaldan dadna sax saxdaas kale loo qoraya xafida as-sunnata min kadib mubtadi'in baa loo qoraya sab'a ash-shar'u al-islami sharciga islaamku ama diinta islaamku waa manhajju hayatin wadan nololeed oo nolosha loo maro oo kaamil dhamaystirin dhamaystiran oo waxba ka dhinayn taasina saa sax ku yahay tadrib tani layliska labaad haati ka keen min annasi hadalkii hore waxaad ka keentaa alaxaadiita axaadiista allatii axaadiista tadullu tilmaamaysa calaa macaani cala almacaani taaliya macnayowga halkan soo socda waxaa ku jira waxyaabo tilmaamaya ku jira haddaba xadiidka nabiga ka soo qaad halkan macnaa lagu qoraya macna xadiis weeyaan xadiiskiisa la doono aljumal halkan waa jumlooyinkii halkan aal xadiisaad ku qoraysa xadiidka kale maxaa ka mid ah waaxid man yacmal bisunati rasuuli yadkhulu aljanna ninka rasuulka sunnaha ku dhaqmaa jannada ayuu gelayaa wuxuu nagu faman adaacani دخل الجنة بو النبي عليه الصلاة والسلام قف أنك يا جنة وو قلي ومن عصاني فقد باء قف أسيء سيء دي دي مرك هذا حديث صحة الماما يا قف رسولك الرعين جنة دي قلي الرسول يدن وحوي أعطي وحل سي القرآن القرآن كان سي لهي كسود الشي ومثله مثل مدنا كذلك هو أساس وقل ويدن وحو النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri waxa la isiiyo quraanka iyo mid la mid ah oo xadiidka ah ayaa la isiiyay nabi kaleey salaatu wasalaam oo xadiidka aan ku soo marnay ayay idin jirtay oo wuxuu nabi guuri alaa inii uutiitul quraana quraanu alaa inii uutiitul quraana wa mithluhu ma'ahu quraanka la isiiyo iyo mid la mid ah kulamaan xadiidka hunaka halka waxa jira من يقول ظفرنا يا نتبع ما جاء وحنا نقول راعينا وحي كويم في القرآن القرآن فقط أو كلية أنا وحك لما راعينا أي حديث باشي يا أمت الماما يا ونبي محيري وحي لا ألف ين يان أغان أم أركن لكل من أحدكم متكئا على أريكته مدينة كيدا كم دا أو كتشق ليسا سرير تيسا oo yaatihi al-amru min amru min amri amr arkay kamid uu yimaado oo mimma amartu bihi waxaan anagu amray ah oo nahaytu anhu ama aan diiday oo la nabiga sidaa faray ama nabiga saa diiday oo dadka damba ah oo fayquulo dabeedna uu qayquulo ilaahdo la nadri ma garanayno anagu amalkan asigaysay nabiga ma garanayno nahaygiisana garanmayno ma wajidna fi kitabillahi tabacnaahu
waxaan quraanka ilaahay ku aragno maanu qaadanayna anagu xadiiskaas kaana tilmaamaya kaasi aan arkin buu qof xadiiskayga loo keenay oo amaran amreen loo sheegay ama nahi aan diiday loo sheegay oo sariirtiisa ku jiifa oo ilaahay anagu ma garanayna xadiiskan iyo meesha aad ka keentay anagu quraanka ilaahay baan raacayna waxaan ku aragno inuu qaadanayna wax kale ma yeelin yajib waxa waajib ah an yataawana almuslimuun in muslimiintu iskaashadaan waa waajib xadiidka imaanka marayna muxuu lahaa almu'minu lilmu'mini kalibu yaani yashuddu ba'dahu ba'd iskaashanay waa iskaashiga uu tilmaamayo yajib waxa waajib ah an nadluba inaynu doono alcilaaj inaynu u doono dawo likulli maradin cudur kasta oo min amraadi kamid ah inaynu u doono marka laga reeqeyna maradin waaxidin oo ilaahay muxuu subxaana wa tacaala soo dejiyey dawooyin ba alla keenay fa ina allaha tacaala lam yadac da'an ilaa wadaca lahu dawaan hayra da'in waaxidin cudur kastoo ilaahay caalamkan keenay dawadiisi uu soo raaciyey marka cudurka gabowga laga reebo xadiidkaasaa tilmaamaya yuxibu llaahu man yuaddii camalahu jayidan ilaahay wuxuu jecel yahay qofka qabta shaqada uu hayo si wanaagsan u qabta oo waxuu nebigu yihi allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu rawahu lbayhaqiyu inuu maaragtay si wanaagsan u qabto camalka oo aan waxba ka hagran ayuu ilaahay jecel yahay xadiidkaasaa tilmaamaya yajib waxa waajiba an nucaamila aljaara inaan kula dhaqano qofka jaarkeenna mucaamalatan dayibatan dhaqan wanaagsan waa kii nabigu le calayhi salaatu wasalaam maa zaala jibriilu yuusiini jibriil muu joojinin inuu ii dardaarmo biljaari jaarka xataa danantu annahu sayuwarithuhu oo kale xadiis macnihiisu saas u ahaa inuu isdhexalsiinayo kaasina xadiidkaasina macnahan uu tilmaamay halkan ku qoran oo imanka macnihii baa la qoray xadiidkiisana waxa lagu le halkan ku qoro ka soo saar hadalkani soo marray way ku wada jiraani mufradaad imankana eray eray baan ka hadlaynaa iyo wa tacbiiraatu iyo hal abuur iyo wa asaaliibu hab hab yacni wax loo abuuro ama wax loo qoro awalan alistiicaab marka hore waxaan ku horeynaynaa bal in aynu fahamno wixii aynu soo qornay oo waxaa laynaga weydiinayaa su-aalo su-aalahaas waxay muujinayaan bal inaynu fahmnay iyo inaan fahmin awalan tadriib waaxid tadriib waaxid layska koowaad waa'im isku hagaaji oo qaar isku haboon ka dhig bayna alfikrati alra'iisa fikradda ugu muhiimsan ee meesha ku jirta oo fi alif qaybta alif ku qoran iyo walfikrati tuduca waa in qidca hadal hadal ba laydhahdaa isku xidhan ba laydhahda fikr meel kasta oo dhibici taallo intaa dhibicdaas isku xidhay u dambaysa dhibicdaas waa fikra fi ba ee ba ku jirta nacan nuqdatu lintihaa ba laydhahda halkaa fikraa ku dhammaasa waa la joojinaya oo filistop baa la saaraya halkaas waxa weeyaan intaa ay ka soo bilaabantay waxaa la yidhaahdaa fikra halkaa ka qaad ilaa dhibicda kale intaad gaadaysana waa maxay waa tuduca isku xun waa fikra iyaduna marka haddaba halka fikraday ma qorna xaggana kusoo qorayd aanu soo bilownay axaadiista iyo hadalkan sunnatu nabawiya ka bilaabmayay fikraadkaasuu ka koobnaa dabeedna wuxuu sheegayaa macno halkay ku jirtaad markaa ka soo saaraysaa adaad doonaya taasi baarid bay u baahan tahay inaad eegto isha mariso dabeedna aad la soo baxdo waaxid yanusu lqur'aanu qur'aanku wuxuu caddaynayaa calaa annahu yujibu waxa waajib ah itibaacu sunna in la raaco sunnaha qur'aanka caddaynaya eeg waxay kugu jirtaa aayad wama aataakum rasuulu fakhuduhu wamaa nahaakum canhu fantahu man yudci rasuula faqad ataaca allah fain kuntum tuxibuuna allah fatabicuuni kuwaasoo dhan maxay caddaynayaan rasuulka in la raaco calayhi salaatu wasalaam ee aayadahaasi caddaynaya ba tanusu laxaadiiu axaadiistu waxay caddaynaysaa annahu yajibu itibaacu sunna inay waajib tahay xadiiska in la raaco oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man ataacanii dakhala aljanna qofka aniga ay ogolaaday ee raacaa jannaduu galay halkaasoo tiri waxay ku jirtaa fikrada saddexaad taa horna fikrada labaad dhibicahaad eegi doontaa dabeedna halkaa kasoosaa usoo saar baa lagu leeyay fikrada imanka la sheegaya halkaa dhibicahaasi ay ku dhammaadaan ama fikraa ku dhammaatay waad soo tirinaysaa waa tay misaad markaa ayaad markaa qoolaysaa jim dawana almuslimiina muslimiintu waxay qoleen asunnata xadiidka nebiga bidiqati sixaleer oo aada u gundheer oo laga firso la hufay oo la haadiyey waja-u waxay keeneen bicilmi jadiid cilmi cusuban adduunyada jiri jirin ayay keeneen
marka inuu soo qaadano eeg fiqrada afraad ayay ku jirtaa oo maxay ahayd waqad amala muslimuuna ala tadwiin sunnati annabawiyyati fi waqti mubakkar waqti hore ayay qoreen ayaa loonaya halkaasii ayay ku jirtaa fannasa indahum ilmun yusamma ilm aljarh wa ta'dil halkaasii buuga dambe akhriisa ayay ku jiraan saaso kale isla doona lagu leeyahay dal ash-shar'u shamilun sharciga ilaahay waa mid dhameystiran waxba nolosha adduun iyo aakhira waxay loo baahnaabo ku qoreen ma faradna fil kitaab miisay ba ilaahay waxaanu kitaabka kaga taga tagna loo baahan yahay ma jiro wax la fahmo iyo wax laga fahmo iyo wax cadba kitaabka ilaahay baahi kasto adduun iyo aakhira ku jirta oo binaadul baahin wa tadwiinul ahadiith ahadiithta qoraalkooduna wuxuu ku yaalaa fi kutub sunnah kutubta sunnah kutubta ahadiith oo horey bukhari saxiix bukhari saxiix muslim iyaduna waa sax hadoo fiqrad ay ku jirto ayaa doonaysaa ayo waa bog labaad oo wuxuu ku qoray wal ahadiithu nabiyyu tahawata kutub sunnah al mashhura min ahamha saxiix bukhari saxiix muslim wata bog labaad ku qoran fiqradka marka tiriyo soo qor aha an sunnatu nabawiyyatu wahyun min allah sunnaha nabigu waa wahyi ilaahay uu soo dajiyay oo wax cadeynaya inni ara inni utitu alquran wa mithluhu ma'ahu iyo wama yandiqu an alhawa in huwa illa wahyu yuha kuwa sa'adaynaya oo fikradu kobaad ku jiraan jaat sunnatu nabawiyyatu sunnaha nabigu waxay u timid li bayan alquran alkarim sa u sharaxa hadithku isaga sharaxa quraanka oo macneeya waxa quraanka fikrad oo horeysa waxa ku qoran wa anzalna ilayka dhikra ayata quraanka anaga kugu soo dejinay dhikriga waa quraanka litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim si aad ugu cadeyso oo ugu qeexdo dadka diinta iyo quraanka lagu soo dejiyay adiga mufasirka ah oo macallimka ah ummadu ma garanaysaa adaa u sheegaya tusaale ahaan ka soo qaad salaada quraanku waa qiimu salaata ba ilayhim salaada tafasiisheeda iyo inta waqti ay la tukanayo iyo inta rakacadooda ay tahay iyo xilliga la tukanayo salaad kasta iyo waxa la akhriyo salaad kasta iyo si loo xiranayo iyo si looga baxayo midna quraanku ma tafsiirin oo muusheeyo mashii marka si yani faahfaahsan quraanka ugu ma cadda yani xilliyada xilliga salaad waliba gaarayso waqtiga ay dhamaanayso inta rakacooda la tukanayo xataa wixii lagu akhriyayo iyo qaabka loo xidhnay qaabka looga baxay arrimo badan oo salaada tafaasiisheed ah axaadiisa tafsiilaysa oo qodob qodob u cadaysa iyo erey erey yaa markaa fasiray salaadii qur-aanku sheegay nebigaa fasiro macalinka calayhi salaatu wasalaam zikada hala bixiya baa leeyahay xoolaha laga qaadayo iyo inta laga qaadayo iyo xilliga la qaadayo allaala waxaana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa cadeeyey marka nebigaa fasira ilaahay wuxuu walilaa cala naasi xaju lbeyt inay xajaan baa ilaahay ku waajibiyey si loo xajayo qodoqodo nebiga u sharxay oo laga eeganayey siuu nebigu u lahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saan u tukanay u tukada iyo khuduu cani manaasikakum acmaasha xajka iga qaata aniga saasuu nebigu u qeexay calayhi salaatu wasalaam taasina fiqrada koowaad bay ku jirtaa tadriib taali leyliska labaad ajib ka jawaab bikhtisaari si kooban cama yeli su-aalahan soo socda waaxid tatakabaru sunnatu nabawiyatu waxay ka kooban tahay sunnaha nebigu min thalaatati ashyaa saddex shay bay ka kooban tahay udkur haa sheeg waxa weye aqwaal wa afcaal wa taqriiraat baynu soo marnay calaa ayi shayin ajmaca almuslimuun muslimiintu maxay ku kulmeen waxa muslimiintu isku raacaan waa maxay waxaynu soo sheegnay waxay isku raaceen anna sunnata nabawiyata hiya almasdaru thaani inay sunnaha nebigu uu yahay qodobka labaad ama saldhigga labaad ee diinta islaamka iyo sharciga laga soo qaato waana yajibu itibaacuha in la raacayna waajib tahay xadiidka wayaxrumu wa taxrumu mukhaalafatuha in laga leexdaa inay xaaraan tahay taasay isku raaceen muslimiinta culimadoodu haati daliilan daliil ka soo qaad meel qur'aana qur'aanka kariimka ah oo tilmaamaya maxay calaa ana itibaaca rasuuli sal alla slam shardun rasuulka oo la raacaa inuu shardi ku xidhan yahay lixubillahi inuu qofka ilaahay jeclaado in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah ayay ahayd
هاتي واحد كأنت دليلا دليل من السنة السنة النبي كمدة أتلمامي على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة رسولك الله يرى تدخل الجنة نقف الجنة دقيسه من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يا أيها المتلمام يسأل قف يا رسولك وددي سرها أدقن كيسة قاتل الدين تسرقر ما هي تنه دكو قليها سر رسولك شاقي صلوات الله وسلام عليه. خمسة واكسنا هذا لماذا أصبح المسلمون مسلمين تم حي أقول نقدين أكثر الأمم ومضها ضدك أقول بدن تدقيقا حقا وحبينتها فيما يكتبون وحي قريان وينقلون أيدتك أسوك الدنيا محي أقول نقدين وحي أقول نقدين بفضل تدوين السنة سنة النبي يقول 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 تخصصين وعلم أسميين يقواعد لغو إلى عليه وحرمت يوحك الله أخلصا ونعدنه الأقهرينيك ستة ما مصير من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا هل هو قدام بيني يا أي سمحو قدام بيني يا قف الرسول قبيان كشيغة استغو أقول تلقى الرسول قبيان كأبورتو مسير في سواب النار سنة بقول شيء من كذب علي متعمدا فليتبو أما قعده من النار قف بين الشيء يقول بين أبورته يسقو ولي بق إنه بين الشيء يقول تلقى عليه نار تهود يا رجلون يقول عليه الصلاة والسلام قابط وكفر يسرين إلا هو أبو يقول بري ربا ويقف قصو يقول تلقى إنه الدنيا إنه رش إنه خلق الجليد دين تلا إلا نضدكم ما قال رسولك سائر ويا راعي إنه لا دين تيسي خلق الجليد رسول كنا بيان كشيخه أيو أبريري وح أبريري لبوين بو قف كاسي لبوين بو أبريري وعكال أو يدو نشرت سبعة ما العلم هو ما حي علمك يا قونتا الذي لا نذير له علمك وح لمده آنو تشرين عند غير المسلمين تدك آن مسلمين تأهيني علمك آني لحين يا مسلمين تأقارك يا أقوني دأم حالي لهذا وعلم الجرح والتعديل علمك الله إله الو كلا صاروا وحاسحوا وخلد كارهنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثمانيه ماذا تسمى الكتب ما لو مغعابا كتبته التي تحتوي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها كوباي اي اوروريي اي لو قري حديث النبي كتب السنه بالايا خمس تسعه اذكر بعض من اهم الكتب السنه وعازيكتا كتبت السنه النبي لو قري كوغو مهمسن او مودن أقوم مدن قار كمدة صحيح البخاري صحيح مسلم باك كمدة عشرة اختر أحد الأحاديث حديثي أن صار الشيخ نئس تبسع تمت كصوى قاضو السابقة حديثي هوري وشرحوا حديث كأضغو شرح كبح سلا إيش أمري هل حديث صوى قاضو حديث كفالين يشرحات كبح تدريب تاني تدريب واحد ليس كوباد اختر كدورو من القائمة ألف ليس كألف ليلة وليس ك تحن ألفك الحرف حرفك كالدورو الذي حرفك يريد مع الفعل فعلك السوق فعلك الراعي كرا في القائمة الباء قائمة الباء ذو كجرا قائمة الباء ذو حرف باء كجرا هذا هو حرفك كجرا فعلك ألف كجرا وحيك الراعي كرا الدورو وحيك واستعملها ما أؤذيكسو في جمل من إنسائك فعل كان فعل انت تفعل كي حرف اسكو درتو جملوين ادو قال لهي كدحسمه ويمكن وحا صورته قلبو كو قدر مركا ان تستخدم الحرف ان الحرف كاديكستو اكثر من مره ان مركه بدن بديسن كرتا ان مركه بدن وا ما هي فعل ان كبدن و راعي كره هل حرف او لبو راعي كره اما صدح و راعي كره مركا وحا جرت هلك افعال با تحن فعل اه هلك حروف با تحن وي كلا ليهين سيسو ليهين يسرع الراعي وحنا دعي كرته هل حرفين ولا بفعل كذا حين كرو أكثر من مرة وعينك هذا بقى هل حرف بقى ولا بفعل يينك بدن راعي كري يعني وحنا سوق هذا إنه حذر هل كان واحد قوي حذر نهى يغفر أمر حث يهدي بني عمل يقذف أنقذه طبعا فعل بهلك هو قرن هل كان محاك قرن أفرسه لام على عن من إلى باء يو في او اه يغونا waxay noqonayaan todoba wa wuxuu ku leeyahay in ka badan baad xarafka ila 19 ma ahe waa todoba xaraf iyo toban ficil hadaw fiir sax ficilka xadara soo maaratid
waxa raaca xarafka min ba raaca xadara wuxuu ka digay min kada bal waxa uu ka digay min ba raacda sawtani naha ma aha naha uu diiday an ba raacda wama nahaakum anhu soo quraanku ma jirto an ba raacda tan waa maxay yaqfuru baa ku xigtaa yaqfur waxa raaca laam oo waa maxay yuhbibukum allah wa yaghfir lakum agada laam ka sa raaca amara waxa raaca amara bikada amara baada raacda amara hadii la ilaahdo baada la raaciya xafa uu dhiri galiyay xafa waxa raaca cala ay raacda yahdi waxa raaca maxay ila fayna sidda yahdi ila albir buniya maxaa raaca cala iyadana ee labada goor cala soloomayna adeegsan saasa buniya alislaamu cala khamsin soma marka buniyadana cala baa la raaciya caamilada calaaduna way raacdaa ba'duna way raacdaa labaduba way raacaan camilada camila bihi oo la karaa waan ku soo marnaynaa sharciga islaamku waa mid dhammaystiran manhaj dhammaystiran oo islaam musqofka muslim ku dhaqmayo ba'du way raacdaa camila calaaduna way raacdaa yaqdifu soo maaha yaqdifu fi ayaa raacda iyada oo waa taynu maraynayo waa tii ahayd kamaa yakrahu an yuqdafa finnaar fiidaasa raacda anqadahu soo maaha anqada min weya iyada wuxuu ka badaa min kada waxay waxa ka badbaadi saasa ay kala yihiin tadriibtan ilaahay iska labaad haati ka soo qaad min annasi hadalkii aynu soo marnay kelimaatin erey ka soo qaad mudaadatin ka soo horjeeda fil macnaha xagga ujeedada ka soo horjeeda lima taxtahu khatun kuwa xariiqu ku hoos yaal ereyada xariiqu ku hoos yaal ereyo ka soo horjeeda macnahoodu isku opposite yahay oo si iman karay ka soo qaad waahid waa maxay aqwaalul kaafiri qofka gaalka hadaladiisa laysa fiha khayr wax khayran ma laha qofku haduu gaal yahay wuxuu ku hadlaa khayr ma leh khayr ma laha waa maxay wax wanaaga ma leh aqwaal waxa hadaba ka soo horjeeda afcaal ee kan waa shaqo alkaafirna maxaa ka soo horjeeda waxa ka soo horjeeda almu'min khayr maxaa ka soo horjeeda shar maxaad odhan kartaa marka afcaalul muslim laysa fiha shar waxa qofku qabanaya muslimka ahi xumaan ma leh halkan maxaa ku qoran iyo tiniin ataaca wuxuu aqbalay alwaladu ilmihii inankii tawjiiha alabi tilmaantii iyo taladii aabihii buu aqbalay fa axaba sidqa runtana wuu jeclaaday falahuljannata jannu marka jannatu buu leeyay marka falahuljannatu ataaca soo maaha casaa bay noqon kartaa marka ataac waxa ka soo jeeda casaa wuu diiday fa axaba soo maaha fakariha baa ka soo jeeda wuu nacay asidqa waxa ka soo horjeeda alkadiba beenta aljannatu waxa ka soo horjeeda aljannatu waxa annaaru yacni ereyadaasa ka soo horjeeda idaa xadarta haddaad timaado mutaakhiran adigu habsaamay goor dambe falaa tajlis macana hanala fadhiisanay hanala fadhiisanay waxa markaa la calaamadiyay mutaakhiran mubakiran unbaa ka soo horjeeda idaa xadarta mubakiran falaa tajlis macana haddaad goor hore timaado hanala fadhiisanay ibtacid cani shar ka fogow xumaanta ashari maxaa ka soo horjeeda marka xumaanta alkhayr marka unbaan marka qaadanayna laakiin khayr ka fogu loo dhamaash milada isku xidhi maaye ashar oo qura waxaa ka soo horjeeda alkhayr oo wanaag ah xumaanta wanaag baa ka soo horjeeda alxayaatu nolosha waxaa leh lama yadulbu sixa waxaa noolaanaya qofka caafimaad doonaya marka alxayaatu maxaa ka soo horjeeda almowt geerida asixa maxaa ka soo horjeeda almarad waa la odhan karaa almowtu lima yadulbu lmarada geerida waxaa leh qofka horo waxa hore u dhintay yacni qofkuna wuu raagaa unbay noqonaysaa qof noolaanayaa ma jiree oo muddu caafimaadku hadduu qofkiisu fiican yahay oo kusii jiraa nolosha kana hore u dhaafaa maaragtay cudurka deedeeya oo sababteeda naftiisa wax walba sabab ay leeyihin laakiin geeridu iyadu waa ayna daanweynin alxayaat maxaa ka soo horjeeda almowt geeri asixa waxaa ka horjeeda almarad cudur ladaya faraaqun kahiir kabiir baan ujeeda waxaa agteeda yaalla shaqala aan weyn faraaq waa marka qofku aanu shaqahay waxaa markaa ka soo horjeeda camalun iyo shuqlun iyo ladaya camalun baad odhan kartaa kabiir ama shuqlun kabiir mashquul baan badanaa waxaa ka soo horjeeda faraaqa shuqli iyo marku qofku maaratay hawlan yahay alghinaa maalqabeennimadu iyo hodantinimada iyo hantida badani laysa tayiban ma wanaagsana gebigeediba fi marxaati shabaab qofku markuu yar yahay inuu maalqabeen noqdo ma wanaagsan oo wax la tijaabiyey uu ku loo faraa
ilaa uu aqleesto oo walaaqii wax maanta kala garto haddii hantidu isagoo yar soo gasho ama uu dhaxlo ama aabihi ka soo gaaro dhibaatooyin badan uu kala kulmaa qofku marka ma wanaagsana xilliga inuu qofku isagoo yar xoolo badan uu ku dhabarqsado oo aan waxba ka garanayn oo aan u shaqeysan oo ku dhididin oo ku tabcin oo waqtiga shahawaatkiisuna badan yihiin oo ku lug ah alghina alfaqr baa ka soo horjeeda halka الشباب waxa ka soo horjeeda marka الشباب الشيخ baa ka soo horjeeda oo maartay odaynimadii ah tadriib taalid leelka saddexaad haati ka soo qaad minana si hadalkayna soo marnay arkalimaati erayada alati erayada tushiiru ay tilmaamayaan ilayha erayada atacriifatu tilmaamaha alaatiyatu soo socota wuxuu halkan ku leeyahay halkan hadalla ku qoran hadalladaasi macnay sheegayaan macnaha hal erey baa lagu soo koobi karaa halka erey ku soo koob bal hadda u fiirso halka muxuu ku yiri wuxuu yiri haati ka minana si hadalkaynu soo marnay arkalimaati ereya soo qaad alati ereyadaasoo tushiiru ay tilmaamayaan ilaha ereyada waxa farta ku fidinaya atacriifatu laatiya tilmaamahan hadalkan soo socda hal erey bay tilmaamayaane hal ereygaa soo qaad waxaa ka mid a alif atacriif horta qaybta hore waa tilmaan ba alkalima oo bannaan oo adiga lagaa doonayo waa maxay waaxid hiya iyadu almastaru waa saldhigga ama waa gundhigga athaaniya ee labaad ee litashriic alislaami diinta islaamku ay leedahay waa saldhigga labaad ee diinta islaamka halkaa imika soo hadal badan ima qorna hal erey buu tilmaan ereygaa sheeg buu ku leeyahy maxaad markaa qoraysa waa imtixaan assunna baad qoraysaa marka waa xadiidka nebiga ereygaasoo qoray intaasi tilmaamaysa halkana waa maxay waa itinii qidcatu min alasaas tuudacu fii gurfati aljuluus waliba ka u fiirso wuxuu ku yihi qidcatun waa qayb waa shay min alasaasi saabaanka guriga ka mid a oo tuudacu la dhigo fii gurfati aljuluus qolka fadhigaa la dhigaa waynu soo marnay waa maxay ereygaasi muxuu habaad maraysaa hal erey bay sheegaysa intaas al ariika weyaan waa fadhiga waxaan la yidhahda imika aynu fadhidanina hal ariika la yidhahda marka taasaa inu kusoo maruu tilmaamaya intaasoo dhami ereygaasoo qaad buu ku leeyay talaata waxaa qoran atadqiiqu fi sixati alkhabar in aad loogu talax tago oo loogu xeel dheeraado warkaad sheegayso inuu sax yahay iyo hubintiisa waynu soo marnay hal erey bay intaasi tilmaamaysaa e halka erey sheeg halka erey waa maxay atathabut baynu soo marnay oo hubin ereygaasi intaasi tilmaamaysa waxa kaafraad waxa weye alcilmu aqoonta alladii aqoontaasoo yumayizu ay ku kala maraan oo ku kala hufaan oo ku kala haadiyaan kuna kala shaandheeyaan ama cafwan yumayizu baa markaan odhanaynaa yumayiz lagu kala sooco bayna man yuqbalu qofka la ogolaanayo hadalkiisa oo yurfadu ama la diidayo kalaamu hadalkiisa cilmigaa lagu shaandheeyo sheeg waa hal erey isaguna aan badnayn waa cilmu jarxi watacdiil kaasuu tilmaamaya marka khamsa ashaksu qofka alladii yuxdithu kusoo dara fi diini diinta maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn kaana erey baa looga jeeda mubtadic baa la yidhahdaa waa yacni min samaysta waxaan diinta ka mid tahayn oo diin ku sheega sita maalun xoolo yadfacuhu uu bixiyo alghaniyu qofka maalqabeenka ah ama xoolo yacni haysta maratan waaxida mar keliya kula caam sanad walba taasina waa azakaatu ereygaasaa looga jeedaa yacni tanna waa maxay waa sabca shaksun qof yaskunu degan bijaanibika dhinacaaga wayujibu ay waajib tahay an tuxsina ilayhi inaad u samafasho erey bay tilmaamaysaa ereygaa keen ereygaasi wuxuu ah aljaar ereygaa weeyaan ayay tilmaamaysaa oo jaar unbuu u jeeda hal erey bay mid waliba tilmaamaysaa ama waxaan ka badnayn aan wax badan dhaamin tamaaniya marxalatun waqti min alcumri da'da ka mid a oo yakunu noqdo alinsaanu qofku fiihaa xilligaa kabiiran qof weyn waynu soo marnay sheeg buu ku leeyay maxaynu soo marnay haram oo gabow ah ayaynu soo marnay oo nebigu muxuu yidhi cudur walba ilaahay wuxuu usoo dejiyay dawadiisa ilaa da'an waaxidan mid keliyo gabowga ah mooyaane alharam bay markaa tilmaamaysay xaaladda aad weynaynaysa waa taa tisca xaalatun xilli ama waqti laa yastaiicu linsaanu laa yastaiicu aanu awoodu lahayn fiiha xaaladda alinsaanu qofku an yusadiqa shay-an inuu wax rumay yidhahdo waxaas waa run oo yukadibahu ama uu yidhaha waa been waa xaalatalikraah haddaad xaalad daftuub iyo khasab ku jirto
oo afka walow goosanayo xana ma rumayn kartid xana ma beeni kartid waxa la tilin karaa oo lagu qabsaday 10-12 majmuucatu kooxo iyo qaybo min shucuub kamida ummada oo diinuha waahid diintoodu isku mid tahay wa thaqafatu dhaqankooduna waahidatun ay mid tahay taana sheeg waana soo maray waa hal eray waa muslimuun muslimiinta marka arayaas uu ku leeytilmaan tadriibta raabi waa layliska afraad iqra aqri aljumlat taliya jumlooyinka soo socda aqri thumma sij sij waa maxay waxaad u qaabayso nasigu waa marka dharka la tolayo u qaabee hadalkaaga calaamin waalihaas ay u qoran tahay عامل المسلمون على تدوين المسلمين عفوا عامل المسلمون مسلمين توحك الشقيين على تدوين السنة إن الديوان قريان أو قرآن حديثك هكذا ما حاكو قرآن زراعة الحدائق باكو قرآن انت هنوال وقبني بيريد بيارها سلاسوك لا أقر هكذا ما حاكو قرآن المهندسون انت النار هذا لابد نبوه لبني سلاسوك لا أقر بالو قولي حث أو كهرك يقو حث الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك دير قلي قوت كي على تثبت الله بيه في نقل الأخبار marka wararka la gudbinayo waraad iska hubto oo aad isha iyo qodxadaba ka dhameysay uu gudbi ha gudbininka kale halkan maxaa ku qoran al muallimu muallimku amala al wajibat muallimku amalkii ama shaqadii leelisiyada halka labada dhinac waa la baneeyay saasoo kale uu qorbaa ka sida qaado qowl al haqiqati ba halkaas qoraa lagu qoray hadalka runta ah intaas way banaantahay ka sida qaado oo siis adigu u qor inal jannata jannadu حق وارهن او واحد جرا وين النار نارتنا حق وارهن لبدوا هلكنا البعث حق ما لو قري ان ددك لا سو نولين دونا واه وارهن انت بنان ادغو بوخي حق نو قرا هلكا لا قري وارهن او هلكا واحد دونتو كو بوخي لكن هو كيسي سيد هلكا كو قرن قواعد اللغه العربيه هلكا واحد كا قادنينا قواعد كي لغه العربيه وا ما هي مركا تاسي اقترن واحد اقتران وجواب الشرط جواب الشرط يقول بالفاء فالله خريري وحقي مارتي مركي نحوها كهلينو الأمثلة الصاليال ودرس براء واللاحظ فيرسو محاينو مركها برنينا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي اسكوها اللي إلهي باقو فلان قلوا حتى إن كنتم تحبون الله هداد إلهي تعيشين فاتبعوني سرع يحببكم الله إله بايدين شعلانيا هل كان فهو حسبه وادركتا وجملة اسمية جواب نقطي خبر وحر الرعي فا فكان وافا اتبعوني وادركتا وفعل أمر oo noqday jawaab faaba lagu daraa ween jahadaaka hadii ay kugula dagaalamaan ala antu shirka bi maalaysa laka bihi cilm inaad lagula inaad maartay ila sinto wax aanad waxba ka garanayn falaatu tixuma ha aqbali hooyada iyo aabaha iyo waalidka waxa weeyaan la nahiya ah jumlad ay ku jirto oo jawaab noqoto faaba lagu daraa in tarani ana aqalla minka maalan wawladan hadaad u aragtay inaan ubadii aduunba anigu ka yarahay oo labada way ugu dhaantaa adigu facasa rabbi waxa laga yaabaa in allahay an yutiyari khayran min jannatika wax jannadaada ka khayr badan ilahay isiyo facasa baad aragtay waa ficil jaamida oo jawaab noqday shardi waxa lagu daraafa in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl haduu yusuf xaday walaalkiisa oo haduu kan xaday binyamin walaalkii waxbu xaday bari hore bay ilaadeen oo isba tuug buu ahaa way sideysanayaan bay leeyahay markaa waa isku hooy waxa marka halka ku jirta dad baa ku jirta jumla ay qadi u horeysa jawaab noqotay faaba lagu dara markana wama yafcalu min khayrin wixii wanaagay sameeyaan falan yukfaruhu laga qarin maayo lagana dafiri maayo dadku binaadanku iyo makhluuq lan jumla ay u horeyso ayaa jawaab noqoto faaba lagu dara wa in lam tafcal fama ballaqta risalatu hadana sidaa yeelin fariintii ilaahay maad gaarsiin baa lagu nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam hadaba ma naafiya jumla ay u horeyso ayaa jawaab noqotay faaba lagu daraa wa inta caasartum fasaturdu'u lahu ukhra imma kana ma halka ka muuqata siin ficil ay u horeysa jawaab noqdo faaba lagu daraa wa in khiftum aayla hadaad faqri ka baqataan fasawfa yuqnikum lahu min fadli ilaha ba fadligiisa in siin doona sawfa jumla ay u horeyso ayaa noqotay jawaab faaba lagu daraa intaas uu tilmaan asharxu waa faaleen لاحظ الآيات بل آيات كأيك تجد واحد أركيسا كل منها مد ولو أو كمل آياتك اجتمل وحو كوبي على أسلوب شرط حب شرط يبا كتشرا أما كلمة شرط يبا لصعوطة وتجد واحد هليسا أركيسا جواب الشرط فيها جواب شرط يبا كتشرا قد اقترن بالفاء فأبي جوابك اللي حريضي
وذلك أنت أسوح وي لأنه لا يصلح كما هبونا أن يكون سردا إنه جواب تاسي سرد النقطة كما هبونا ألقى أسوح ملكو أسكى أتار تيدا إنت بدن الله إله هذا سرد وهدو أنه جواب نقوم كري هل كوية جوابتو هدان سرد نقوم كري هل كوية له أيوم با فألو قبية جوابتو هدان سرد كون نقوم كري هل كي تالو أم با فألو قلية سرد با لقد نقا ما هي هل كي تالو أم با جوابتو فعل الرعية أيا لا إله لا ومرك الله مريا هل كيدا إن بضن بأرده يسوي ديان ووحي نقطة مالي ركاكن تاسوت المامية وذلك هارين تاسيبو كوري وحوه لأنه لا يصلح أن يكون شرطا جواب كهاتين سعران لهاي شرط كدقا شرط من نقون أيو فعل شرط من نقون أيو هذا بالله سبعين أيا فأم بهالكي سلغور رعيا فالجملة الاسمية وكاف الجملة الاسمية هي والجملة الفعلية الجملة الفعل كالطلبية مثلا طلب كأه أمر أمها نقطة من نهي هر نقطة ولطيف فعلها جامد يف جملة فعل كده قللي هي سدع عصا أقله سدوق قللي ومدليس مدلو فعل كاس حول الواي مضارع يا أمر يا من نقطة وسليس أقله يا عصاي أو مسبوق بلن أما لمبا لجوه الرئيسي سائر صومرني فلا يكفروه كشرتي أو ما باكه رئيسة أو مثلا فما بلغت رسالة هو أكله أو السين أما السين بقى كتيرة فسترضع له أخرى أكله أو سوف أيا كتيرة سدتي فسوف يغنيكم الله لا تصلح من نقطه فعلا عن صوت شجني من نقطان جملوين كاسي لا تصلحكم هبونا أن تكون شرطا فعل شرط لقمة ديكرو مركان لقدي كريم حلقة ديكا جوابه نقطان لكن جوابه حكون نقطان بشرط اقتران الفاء إني فأقول له حيلا شرطيا القاعدة يقترن جواب الشرط جواب الشرط يقول له حيلا بالفاء فاء وجوبا وواجب واجب واحد واجب سناعي حقا حوالك سعودويا إذا لم يصلح هدان أخوها بونين هذا الجواب جواب تالي شيقيا أن يقع شرطا هدان شرط نقوم كرين كالجملة الاسمية والجملة الاسمية من نقطة الشرط وهي شرط هم بحيق كرتو والجملة الفعلية والجملة فعلك التي فعلها طلبي فعل كيدو طلبي هي أما هو أمر أما هو النهي أمر أو نهي أو استفهام صدح دبوة الدلبي أما هو أمر أما هو نهي أما هو سؤال أو فعل جامد أما هو فعل عارس بدر سمينين أو مسبوق بلن أما فعل كلام باكه رئيسة أو ما أما فعل كما باكه رئيسة أو قد أما قد باكه رئيسة أو السين أما السين باكه رئيسة أو سوف أيا كه رئيسة مركم حار جوابتها لقدرة وحالا قد لقى فأبا لقدرة جوابتها وأرمها كتاب كري أرضيبا لقدرة قلي تطبطرك سوق قيب قل أودنا بماي waxaa la sheegayo meelo dhanaba yar uu leeyahay meelahaas waa meel harto oo gaarka walaa calaam bisaa oo bilahay tufaa